السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جمهورنا الرياضي مشاهدي الكرام في حصة جيل في الذاكرة. نحن اليوم هنا بمدينة بوفاريك لنتحدث عن الجيل الذهبي لهذا الفريق، فريق وداد بوفاريك، وما صنعه من في أمجاد كرة القدم الجزائرية. ونستضيف في هذا العدد كل من الشيخ سالمي عبد الرزاق اللاعب السابق للوداد. أهلا وسهلا بك شيخ. مرحبا بكم. مرحبا بنا عندكم ولا مرحبا بكم عندنا؟ لا لا مرحبا بكم عندنا في بوفاريك. ريلاكسيسيون كلش يا خويا، وبزات لي بيانفوني ان شاء الله شيخ. ونرحب ايضا بالشيخ اسماعيل حميد، اهلا وسهلا بك لاعب سابق فريق وداد بوفاريك. مرحبا بكم في عندنا في بوفاريك ان شاء الله. مرحبا بكم ايضا انتم معنا في حصه جيل في الذاكره وفي قناه الاجواء. كما قلنا سنتحدث عن الجيل الذهبي للوداد، وايضا عن الصعود وعوده هذا الفريق الى حظيره الكبار، حظيره النخبه المحترفه الثانيه بعد معاناه طويله في قسم الهوات، وايضا ما بين الرابطات. سيحدثنا الشيخ سالمي عبد الرزاق عن ما حققه الوداد في سنوات السبعينيات والستينيات. ايضا الشيخ نبدا معك فيما يخص تاريخ وداد بوفاريك. اولا كيفاش كان هذا الملعب، كيفاش تاريخ يشهد الوداد في هذا الملعب محمد رقاز؟ كان تيران صغير ماشي تاع 3000 4000 سبيكتاتور، انا كان كون ليطا تاع التيران كان توف. نعم استادير اون بيني باش نلعبوا فيه وكلش، لي زاكسيدون يصراو قريب سوفون، ماشي كيما دركا طارطون دركا، فهمت؟ الغازو ناتورال سي بريفيرابل بادم لو جوار يبو سيكسبريمي، فهمت؟ و بوفاريك على بالك، بوفاريك في لي موان اللي كان ما عندهاش وكلش، اللي هبطت اون 97 وعانات وكاع، ودوك ناضوا ليها شبان، ناضوا ليها بلادها بلادها صنعوهم وقاموا لي كوميرسون كلش تعاونوا عليها وطلعوها الحمد لله. وان شاء الله يفون ترافاي اون بروفوندور سورتو لو جون ان شاء الله. يلزم اون برودكسيون، يلزم دي سون دو فورماسيون بور بنادم، فهمت؟ ان شاء الله. شيخ سامي نعاود نرجعوا لك بعد قليل عن هذا الصعود التاريخي وعوده فريق وداد بوفاريك. تحدثنا عن الملعب، قال لك كان صغير، كان شويه تيف، بالك هذاك هو الشيء كان يخليكم تلعبوا بحراره اكثر الشيخ حميد؟ اي هذاك هو سدينا هذاك الوقت، احنا ولفنا التيف هذاك مش كيما كنا مولفين، وكي ندخلوا على بالنا ما نلعبوا في التيف والفنا، والتيران صغير هكذا وكنا مولفينه. بالك ايضا مع الحماس تاع مع الحماس تاع الجمهور تاع الجمهور تاع البيبليك وكاع يزيدوا يحمسوك، تولي ما على بالكش لا تيف ولا تلعب ولفنا. نعم كيفاش حتى بدا فريق وداد بوفاريك يعني يطور من موسم الى اخر ويطلع للادوار والمنافسه؟ نعم العام اللي كنتوا فيه موسم كنا لاعبين تاع 20 جوار 22 جوار، كنا نطريو دائما كيف كيف، نلعبو دائما كيف كيف، كانت تنسيق بيناتنا بزاف. كانت المحبه، كان ما كان والو، كنا كي الخاوه دائما كيف كيف، كنا نطريو الصباح عشيه كيف كيف، نروحو بريباراسيون كيف كيف، ما كانش واحد نقولوا عنده مشكل، ما واحد كنا كي الخاوه. هذيك اللي كان دير لا فورس تاعنا باش يعني يسلكوا. نعم بالك هذه فاميليا شيخ، امكانيات كنا اون فامي تنجم تقول. امكانيات كانوا ناقصين فريمون ناقصين، اون افي با لي موان. نعم اون افي با لي موان باسكو كنا نسمع بالمولودية بليس ما تاكل في البوا ديكار 900 دينار للروبا، حنا ناكلوها 60 دينار للروبا، ويا دي مومون والله ما ناكلوها، وكنا لونترينمون ما ناكلوش في لونترينمون، ابري لونترينمون ما مونجي با، حتى كي ولات لوفلا ولات يسمى 86 الريجيم هذاك اللي جابوه تاع الفوتبول كلش، لاتليت دو بيرفورمانس اللي ولينا شويه بحسب برومون افون ما كانش. نعاود نوليو اول صعود على ما اظن لفريق وداد بوفاريك الى القسم الثاني كان سنه 68 او 69. لا لا كنا في 72 القسم الاول. نعم 72 نصر كان صعود اول الاول السعودي يعني بعد الاستقلال. كان صعود الى لما لعبت مع شباب القبائل جمعيه شلف. هذاك كنا ريجيونال، كنا ريجيونال ساكان سا ريجيون، لا ريجيون دو لويست لاست و سونتر مجموعة وسط. ومن بعد داروا ناسيونال اون، حنا اون اكسيدي اون 72. كيفاش كان هذاك الصعود؟ يعني من كان فريق الهوات في ريجيونال حتى طلع ريجيونال طلع ناسيونال. لو فام ماتش اللي ربحنا اللي سما في بولوغين تاع 2-0 ودرنا اون سيزون فورميدابل، ستادير هذاك ليكيب اللي كنا نلعبوا بها حنا سيات ولا ويطو حنا نلعبوا بها.
استقرار لي ميم جوار هذيك هي كرومولين ومن بعد سا شونجي هذاك على بالك جادوا دي نيفو جوار بالطرطوية لي موايان دركا ماشي كيما دوك الجوار يونتريني يروح للريستور ياكل حنا تونتريني تروح للدار تاكل لوبيا ولا تاكل بطاطا ولا تاكل فهمت فهمت بالك شيخ حامد يجي يذكرنا بهذ اللاعبين اللي كانوا في هذاك الوقت خاصة في 62 لاعبين تاعنا تاع بوفاريك فاريك نعم اللي كانوا في هذاك الجيل اللي حقوا الصعود للقسم القسم الثاني والاول لاعبين تاعنا نعم هو ما كانش معنا في الحقيقة كان ما كانش معنا حميد هو جو 70 70 جمع ابو عشاوي الله يرحمه الله يرحمه هذاك الوقت شيخ هذاك الوقت يسمى انا ارمدا من اللاعبين ابناء الفريق وكانوا لاعبين الفريق حنايا كان عندنا جرون ترينر تاع لي جون بكري كان وحده قابض مينيم كادي جينور عطلو كوادري الله يذكره على خير هو شويه مسكين عيان وكلش كبر درقه كان هو يجي بالطفطافه يخدم بلومبي يدور على لي فيرم يدور على لي ستاد هذوك لي بتي تيرا نقول واش نذكر على ما اسمه على لي تيرا لي تيرا ايفون لي اسمه دي تيرا فاك هكذا دي تيرا جو تاع لي دراري باش ما كان يخرج ثم يجي لينا مسكين هذا بالطفطافه يشوف الماتش تا 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 اروح للاستاد تا 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 وين نوز فورمي ما عنده ني ديبلوم ني والو واش ني سيتي ان غرون فهمت يلا د ليكسبيريونس ويعرف يعرف الفوتبول يعرف كان ما واسمو تاع المسيو هذاك البريزيدون كان ما العام كوني اللي كوني اللي تري كوني لاعبين في هذاك الوقت الشيخ شكون كانوا بارزين في فريق وداد بوفاريك لاعبين نعم كان يسمى كان اوالي كان يوسفي كان لي دو فري لو كوزان يوسفي لي دو يوسفي كان بو محمد كان حميدوش كان بو عيشاوي جبنا صغير جبنا اللي تي على ليبوك جون جمال ما حميد اسماعيل شيخ حميد اسماعيل وقتاش كان التحاقك بفريق وداد بوفاريك في 70 في 70 في 70 جيت لهنايا كيفاش كانت عندك اتصالات كيفاش خيرت هذا الفريق باش جيت خير جيت لهنايا يعني بفيها سيت ادابتي بي في بي جم سي ادابتي بي في لقيت يعني مام هما سهلوا لي في الاخر تاعي في المهمه تاعي وجات مهمه كاع بي فيها حسيت روحي كلي راني عندي بزاف اللي راني هنا كانت عندك اوبجيكتيف مع الوداد في هذاك الوقت كان اوبجيكتيف لاكسيسيون لاكسيسيون لعبنا عام نعم ما كسبناش من بعد العام الاخر لوبجيكتيف تاعنا لاكسيسيون وربي كملنا في الاخر كسبنا الله ناسيونال ناسيونال اسم الماتش تاعنا اللي بينا الطريق تاع الاخر الماتش تاع اليوسما في بولوغي شحال خلاص المقابله حنا كنا كانوا هاربين علينا بان بوان رحنا ليهم ثم يا ربحناهم ولينا حنا فوقهم ومن بعد ثم خلاص ما زدناش خسرنا هما ولاو يربحوا وحنا نربحوا هما يربحوا حنا نربحوا والفرحه كانت حنا كنا لا والفرحه كانت في بوفاريك والفرحه كانت بوفاريك وكنا اونيتي ليكيب اباطن وين نروحوا يوجدوا لنا بوفاريك وما فيهاش كانت ضحكت لنا باللي حنا راح نطلعوا ما فيها ان شاء الله حنا كانت الماتش الواعر كاع تاع اليوسما كي ربحنا الماتش تاع اليوسما شوف بلي شيخ روح المجموعه هو اللي خلاكم تكونوا فريق شيخ سامي فريق كبير فريق يقارع فريق اتحاد العاصمه ولوديان جياسكا كيما قلت لك قبيله سما الروح تاع كانت عندكم لا فولونتي بزاف لا لا فولونتي اون ستادير اون تي ديسيدي اون تي ديسيدي داكسيدي هذاك العام سوب دوطون بلو اون افي اون غروند ايكيب اون ايكيب فالاب يافي روي يافي فهمت اولي يافي اسماعيل يافي ميسوري يافي فهمت صعب على كثير ما كانوش يستناو باش يشوفوا بوفاريك في الناسيونال ان في هذاك الوقت سي والله كانوا يقارعونا كانوا مام لي سيبورتر تاعنا وين تروح يتبعونا وين نروحوا واش ني حنايا اون سون فوتي دو لا كوب دالجيري حنا سيتي كي دينا لوبجيكتيف تاعنا لا سيزون هذاك العام لحقنا الكار دو ماشي كار ويتام دو فينال مع جياسكا خسرنا في بولوغين 1-0 حنان الله يرحمه هو اللي مارك البيت غير خسرنا 1-0 والترينر هنايا سما خسرنا مع الحراش هنا 1-0 اون بيردي دو ماتش اون بيردي ليسما والحراش الترينر الله يرحمه سالم اللي كان في صون ادراك مع احمد عرب هذاك كي شاف هذاك الشعب شاف الشعب قبيح وكلش يسمى اونيتي ديسيدي داكسيدي كي خسرنا مع الحراش هنا يقول لك خلاص راح عندنا كلش هو مسكين هرب راح الى ديزيرت بضها جميل ورواي ايزون كونتينيي بدينا احنا كملنا بالعقل لي فيكتوار مور فيكتوار حتى اون اكسيدي ماشي حتى ولحقنا
واش يعني ليسبري على بالك كان فور ليسبري كان عندنا كنا اون فامي سوليد كنا اون كروند فامي لي ديريجون الاخرين واش يعني كنا نلعبوا باطل نلعبوا باطل فرونشمون نلعبوا باطل تربح الماتش تاع اليوسما في بوغينيا يعطوك 400 دينار ماشي فهمت نعم ودركا على بالك ايزون تو لي موان مقارنة مع دركا ماتش يقول لك انا نشوف في الجورنال ماتش جياز كان تعطيه 20 مليون للجوار انا 20 مليون يدخل ديزيوبات نذبحوا للجوار نذبحوا فرونشمون لكن نلعبوا باطل الشيخ حميد كنت تلعبوا باطل في فريق وداد بوفريك ما طولش كثير في القسم الاول في هذاك الوقت اي سادي ما كانش كانوا لي موان ما كانش كان ولا لي موان ما كانش كانوا تعبتوا عليها كان بامكانكم ان تطولوا شويه تعبنا عليها لعبنا شحال لعبنا 3 سيزون 3 سيزون في الناسيونال اون بعد واحده ومن بعد على بالك ولاو امكانيات ما كانش واللاعبين ذاك الوقت بداو ولاو الحوسه على الدراهم والدراهم ما كانش على بالك صعيبه باش تجيب اللاعبين هكذاك صعيب احنا كنا نلعبوا كيربحوا ماتش بروميونا لا بريم كي لحق الوقت بيعطونا لا بريم وقلنا ما وجدوش نقول لهم معليش ما كاش مشكل نلعبوا 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 ما كان حتى مشكل نلعبوا بروشان ماتش نلعبوا نزيدوا نديروا موجودنا اكثر باش نربحوا يا في لي سبيكيب ولي كولور كيما كنا قلنا بكري لي كولور هاك كان داري اورانج واش بيك ثلاث سنوات واش حققتوا فيهم الشيخ هذه السنوات الناسيونال une bonne expérience dans son une à la belle que tu joues là tu joues dans des grands stades un public ben خير ملي تلعب par exemple 3ème division ben ami واش بك تدخل بالجدرميه وتخرج بالجدرميه انا شفت لو فامي ماتش مع الخميس لاكسيسيون غلبنا 1-0 واش من عام هذه en 72 ما قدرناش ندخلوا اللي اسمه البيس تاعنا حبس عند لاري تاع الدخله تاع الشلف تاع الخميس خميس ايه ونزلنا من البيس ركبنا في الطرابوليس حتى على الفوتبول تاعي حتى على الفوتبول دخلنا غنمنا زيرو الشعب رجمنا بعد ما رجمونا والله كي الشيطان برجم قلت للاربيت مسيو الاربيت كان الشيخ عليان الله يذكره على خير ولا قلت له مسيو عليان كيف قال لي راني كيما توما قال لي واش تحب ندير لك اهرب هربنا وخرجنا كسرونا كاع اللوطوات والله كسرهم كاع نعاود نوليك الشيخ حامد اسماعيل في هذاك الوقت بدات تراجع وداد بوفريك جا من تحت طلع لفوق من الفوق عاود راح يبدا يهبط من تحت يعني بالك شويه كي لعبتهم في هذاك العام تاع السقوط كان صعوبات كانوا اللاعبين يسمى غادروا بزاف اللاعبين اللي راحوا ولا ما كانش لاعبين ولات سد الفريق ما كانش كما كان قبل نعم كنا تولينا نقولوا لي ديفات مور ديفات ايزون بيردي كونفيونس ليكيب ولا لا ما خلى الفريق ويدد بفريق عاود يهبط يعاود يهبط للقسم الثاني ما يدونش كانت صدمه كبيره بالنسبه لكم اللاعبين ايضا صدمه كبيره الشارع الرياضي اللي ويدد بفريق ماشي شي سهل باش ماشي شي سهل ماشي شي سهل ماشي شي سهل احنا كنا ذاك كي كنا قبل نطيحوا ندخلوا هنايا نديروا في لي شوب بدا نشوفوا الشعب هكذايا يبدا يعيط باسمك يقولوا فيك ربعه ما تفكر لا دراهم لا حتى حاجه تقول هذاك لهم لازم نفرحك حاجه اخرى كاع ما تجيش في راسك انت في راسك في ليسبري تاعك انا نفرح الشعب هذا اللي طبعا يعيط عليا لازم نفرحه هذا ما كان ودي المجهود كاع تاع ما تجي حتى حاجه بالك من دون شك الشيخ سالمي وكاع كنا نفكروا هكذاك ماشي بالك الشيخ سالمي هنا مع الغاشي هنا برا يتحدوا عليك على السقوط تاثر عليك شويه الضغط يكون كثير السقوط تاعنا نعم او بيان سور اثر عليك تخرج يعني فوق في التيران وزيد برا تاعنا حنا اون ريسبكتي بزاف البيبليك تاعنا خاطر بون بيبليك اللي يعاون ويعرف فوتبول ويعرف الاخر وكان الله غالب عليه حنا كانت لا جي كوب هنايا الليكيبي واحد 600 بيرسون تاع راحت لاجيكوب الناس ولات الشوماج في بوفاريك ولا اللي يتبعوا ما كان اللي ما عندهمش والله تيكيات باش انا كنت في ليكيب ناسيونال نجيب لهم التيكيات باش نعطي خمسه سته لا ما عندهمش بورتون كان البري تاع البيز رخيص ماشي كيما درك دوكا 600 دينار 1000 دينار 2000 دينار بزاف فهمت كان 1500 ما عندهمش كان هذاك الوقت على حسابه فهمت انا بيبليك فورميدابل وديجا لا بروف لو مونتري لا دريير فوا في لاكسيسيون صبروا حتى ان كار دير لافا انا دخلت نصلي العصر قلت يا ربي ان شاء الله يجيبوها يا ربي ان شاء الله يجيبوها
هو أذن الأذان حتى سمعت الغاشي، قلت له أنا ماركينا. خرجت لبرا، خرجت لبرا قلت له آه يا صاحبي، قلت له خلاص. حتى زادوا دوزيام بيت وقلت الحمد لله ومزيان كي نربحنا. كانت الله يجعل الخير، كانت تسرى. شاكي جبت عليك باسيونال في هذاك الوقت، شكون هما أبناء الوداد؟ بالك أنت باش تلتحق بالمنتخب الوطني، بالك الصعود تاعكم للقسم الأول للسنين هيك هي اللي خلاتك باش تروح ليكيب باسيونال. أنا ليكيب باسيونال رحت ملي كنت جونيور، ملي كنت كادي 67 جي بارتيسيبي روبي، و 68 حنا ربني لا بريمير كوب في الجيري تاع روبي. يافي اليلي تاع بليده، يافي واسمو بطروني، يافي ايتشيكو جيلالي الله يرحمه. سمعت بيه بلي مات، انا ما كنتش انا كنت غايب. يافي مقراني، يافي ميلود هاتفي الله يرحمه مات. ومن بعد رحت ليكيب ا، كجا ماكري يما ابلي بور ليكيب ا. واش انا ما لعبتش، كنت على بالك كنت نبو فريق، ولا فرونشمون كنت نبو فريق ما يلعبونيش. وجافي ما بلاص لارجومون، خاطر درنا ماتش اميكال كي ليكيب ا نبريبارو لا تونيزي، درنا ليكيب ا مع لوسما ربحناهم 3-0 ولا 4-0. نلعب مع ميلود نهار الاحد في 5 جوي، اما ما درنيش، دار شعيب وصاما صاما ديغوتي، وقلت له ما زيدتوش تعيطولي. هنا كيفاش كانت؟ كنت حسيت شويه بالحقره شيخ؟ حسيت بالحقره، وكي نجي لبوفاليك سواليز، نجي لبلادي سواليز، كي نجي انا نلعب ونماركي لي بيوت. المنتخب الوطني ثم بلادك الشيخ لا 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 فيل تاعي ماشي انا بس نورمال، بلادي احنا المنتخب الوطني نعطو دمنا عليه كاع. بصح اش تعب ديك كي تشوف عباد كي زون ريان افوار مع الفوتبول وبيستو. انا نحكي لك واحد الحكايه انكرويابل. رايحين الروبي لي 18 جوار، رايحين الروبي تميز يعيطوا لنا حبسوا، كاين دو جوار هم جايين باراشوتي قلعوا سالمي بوجنون. كيف انا بريباريت اون اني ديمي معاهم، ومن بعد جا لو دوك كاسكي سباس كاسكي سباس، قال لك بعثوا بيزون بولي لو تيري سالمي بوجنون. قال له نو، ولي جوار قال لك حبسوا كاع نروح ما نروحوش، كي اليلي كي بقراني كي تاع جيجل كي هاتفي كي شحال كاع اي تشيكو كاع بطروني، قال لك ما نروحوش حنا ما نروحوش، بيروح سالمي بوجنون ما نروحوش. كيف دير هذه عجبت الله، ماشي عجبت سي انكرويابل، هذه سي انكرويابل. بريباري اون اني فهمت، رمضان عقبتوا معاهم والصيام والاخر ونبريباري، ومن بعد الحمد لله رحنا اون توي فاسي وجبنا لاكوب من روبي، فرحنا وطلعنا لباري لومباسادور حق طار بيطانا دي بريم وكلش، اون تي تري كونت لا بريمير كوب اللي دخلت لالجير الحمد لله. مازالت انا والتاريخ سيبقى يسجل ذلك شيخ سامي عبد الرزاق، سواء مع المنتخب الوطني وايضا مع وداد بوفاريك في الجيل الذهبي. بالنسبه للفريق البرتقالي هذا، وهكذا يقول الفريق هكذا الفريق البرتقالي. البرتقالي فريق وداد بوفاريك ايضا كانت له منافسه كاس الجمهوريه، وصل حتى نصف نهائي كاس الجمهوريه سنه 1996، انهزم امام الاتحاد العاصمه شيخ سامي. نعم تاريخ سيتي لا بريم في نوتر فيل اللي لحقنا الدومي فينال، وراحت لنا ستادير لا كوب لا بريفيري لوسما وترمو حنا اون دوفي ماركي لو بريمي بيت. هذا هو مقابل صفر على ما اظن. انا المقابله هذيك شفتها 97 ايه شفتها بيان وغاثني ديك. كنا نروحوا لا فينال بصح لا غالب، معليش واش تحب تدير. كنت حاضر انت؟ كنت حاضر. لا كنت حاضر كسبيكتاتور. نعم كارد فينال مع لمسيو تاعك كيما استغل. وحنا بليزيور كارد فينال، انا جوي بليزيور كارد فينال ايضا سجل فينال. لعبتوا لعبنا مع لمسيو بكارد فينال، لعبنا مع سيربي كارد فينال، لعبنا فهمت. واش كان الشيخ حميد يخص الوداد باش يوصل حتى النهائي في هذاك الوقت؟ يعني تنشيط ذهبوا بعيد في منافسه كاس الجمهوريه، وصول 97 للنصف النهائي، وصول ايضا مع شباب القبائل، شباب ايضا الميليه، لعبتوا مع هذه الفرق. الحظ ما كانش الحظ ما كانش كان الحظ ما كانش والتركيز وعلى بالك وني تساتوري ثانيك لعب سي توجور لي ميم توجور لي ميم. ما كانش كان باينين 11 لاعبين يلعبوا دائما تعبوا بزاف. يلبوا يكملوا بهم لا سيزون كلش كان قليل وين يديروا باسيون ولي موان ما كانش. ما كانش موان ريكوبيراسيون ما كانش. تونطريني اون اور ديمي باش تروح تاكل انت في الدار، وسط في الدار تاكل سا سوي با. نعم هذا اللي نقولوا فريق كيسون دو موايا. نعم وقتاش نقولوا فريق وداد بوفاريق بدا يسقط
يعني خاصة بعد 3 سنوات في الرابطة الأولى، بعدها سقط أيضا، خسر نهائي كأس الجمهورية، وبدأ يخسر مباريات، وبدأ يخسر أقسام يعني من القسم الأول للثاني، من الثاني للجهوي، بدينا نشوفوا فريق ويداد بوفريق غير رايح للهاوية. الشيخ قدروا نعرفوا هي الأسباب اللي كانت في هذاك الوقت، بلك أنت كنت قريب لأسرة الوداد. أنا كنت في الحقيقة رئيس على الفريق 97 98، سي ديفيسيل، سي تري ديفيسيل. جابوني الناس ومنا الله يبارك ولاد الكلوب وكاع دي جون لي ساج دو بوفريق. عبد الرزاق توليدها قبطها، والله غير خسرت الدراهم اللي كانوا عندي، خسرتهم كاع تاوعي، وما حبيتش نقول حتى لواحد خسرت واش كان عندي. وجي ترميني لا سيزون بوفريق ما طاحتش الحمد لله في ناسيون اون، سي تري ديفيسيل. تا ان ديبلاسمون اي تو كوت واحد 25 مليون بزاف بزاف، لوتيل تاعهم، الترونسبور، الاخرين بزاف، زيد لهم كي يربحوا انا نقول يا ربي يديروا ماتشين ولا يخسروا، باسكو باش نعطيهم لا بريم، ما كاينش لا بريم. بعد انا فوق كيما كانوا بكري اللي يديروا، كانوا يعانيوا معنا كي دومونديو لهم بري، قلنا ما عندناش، ما نجوي بوريا ولا غير بوريا نلبو باطل بور لي كولور، لي كولور تاع بوفريق. عشان كان عندنا شعب، شعب الله يبارك، شعب الله يبارك. بصح الشيخ حميد وراهم ولاد، هذا كان الشيخ ما كانش غير سامي عبد الرزاق، كاين لاعبين كبار يعني مروا بهذا الفريق، كاين ابناء المدينه ايضا. في هذاك الوقت ما كانش لي شده، ما كانش دراهم، ماشي كانوا ما كانش لي مويا، ما كانش دراهم، وثاني جبدوا عليها شويه انتو كلاعبين سابقين. الاسباب، الاسباب علاه ما فهمناك، تقول له ودي حكم الفريق ما تخليش يتحاول، يقول لك انا خلاص شبعت الاخر كذا، كاع جبدوا روحهم من الفارقه عبر والله يبارك، يعاودوا ولاو ليه، بغا يولوا ليه، كاع كاع ساهموا في في الصعود، كي الشعب، كي اللاعبين، كي طاقم الطاقم الفني، كي كاع 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 حتى لي زوتوريتي يعطيهم الصحه، المسؤولين تاع الفريق، شيخ البلديه ونيفو دو بوفريق الكونسيل. في الوقت هذاك الشيخ 98 و97 ما كانوش هادو السلطات، ما كانش كانوا السلطات بصح يا بي با دو موان، ما يعطوكش، ما يعطوكش حتى يعني حتى 2016 ما يعطوكش، ولي سبونسور ما كاش، احنا طلعنا ناسيونال اون ما كانش سبونسور، نجيبو منه منا. انا جيت من عند واحد يخدم لي 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 زونفلوب لا غازيل هذاك، هذا لا غازيل هذاك مسكين عطاني مصروفه، باسكو ان ديريجون، ان ديريجون يخدم عنده وطرومو ما يعطيكش، وسينو بار. وهذا الوقت كاين واحد ثاني كوميرسون باح العايشي ثاني مسكين ثاني نوزايدي ثاني، والاخرين ما غير با دو موايا. دوك تا واحد يصور القوت تاع ولادو يعطيك من القوت تاع ولادو، ما يقدرش، ما يقدرش غالب. صح بالك موسم، بالك زوج شيخ، هي مده، مده تقريبا 16 سنه الناس هما يلزم، يلزم لي موايا، لي موايا ماتيريال ومال وكلش، سينو ما تقدرش. هاي الحراش الله يبارك كيف دايرين، غير تشوف باش الحقوق باش ما يخلصوش الجوار. انا جامي شفت الحراش ما يخلصوش الجوار، سير بثاني عندك لو دو كرون كلوب هذو، عندك مولو ديال يسما واحد سونال كاد، واحد سوناطراك، دوكا سوناطراك راه ان بو بارتو، فهمت؟ فهمت بالك ترفد الفريق هذو اللي يطلعوا كلش. فرونشمون يلزم لي موان دوك ساكو، فهمت؟ تو بوج تخلص دوكا ما كانش، فهمت؟ هو الامكانيات تلعب دور كبير، دور، دور كبير، لي موان يلعبوا دور كبير، وايضا حتى المستوى يلعب دور كبير. الشيخ حميد اسماعيل، كيفاش نقارنوا بين المستوى نتاعكم والمستوى تاع البطوله الوطنيه في الوقت الحالي، خاصه نقولوا بطوله احترافيه ولاعبين، اللاعبين كانوا كاين هذاك الوقت كانوا كاين لاعبين بزاف، حتى على الناحيه الفنيه كيفاش تقيم المستوى تاع وقتكم والوقت تاعنا؟ هذاك الوقت كانوا في فنيه خمد الوقت، باسكو ذاك الوقت كانوا كاينوا بزاف اللاعبين، المدرب تاع الفريق الوطني حتى تلفلو لي من يعيط كلوب لي يروح لي يقول نديه كاع، بصح هذوك ما كاش ورا من اللاعبين اللي فرق، كاش كاين ان دو جوار اللي هم في الفرق الوطني، ما كاش. بصح هذاك الوقت كانوا دي ستار، دي كرون، دي كرون جوار، كان بن شيخ كويسي في 82 كانوا رومبلاسون، بورتون دي ستار دي فوتبول هذوك، هذوك كانوا رومبلاسون. كاين شيخ بينهم بلي كانوا كاين لاعبين بزاف. شيخ كاين اللي ما يرجعوش سبا للتكوين، كاش التكوين ما نشوفوا لاعبين يخرجوا من لاباز. انا قلت لك انا شوف الفوتبول، انت قلت لي باش طلعتوا 8 سنين وانتم تخدموا، وكان عام بعام تبدل ليكيب. لا لا يلزم دي سونس دو فورماسيون، ويلزم لي تيران اشاك فيل هكذا، يلزم 3-4 تيران لي جون يروحوا تما. ديجا بريميرمون يزيفيت واسمو الحاجه ماشي مليحه، فهمت؟ يزيفيت يروح على غوش ولا على دروات.
او يلعب ثم اعطي له لي مويان لا بيسي تعطيهم لي مويان كلش كان راح يديروا هذا الوقت وحبسوه تعطيهم لي بالون تعطيهم كلش الطفل يعيا يروح للدار يرقد يدوقوش يروح للدار يرقد ما يروحش حتى حاجه واحده اخرى ني غادروت ني غاكوش او ميم طون عندك دي فيتور كرون جوور انا واحد الخطره كنت نسواني في السونتر تاع عندهم لي مويان ثم كانت لاكنان بوفارك يدوني ثم كان عندي الجنو لقيت شتا تي ماتش هكذا تاع لي كادي ولا ني مينيم والله ما نعرف ما جاش لي روبيري قلت له هذا كيفا يصرى ان كرون جوار هذاك واه صرا الا تي ان كرون جوار الله يبارك و فهمت مشي على الوطن وكلش وصافي بليزير والله صافي بليزير واش كانت يخص بوفارك باش تخرج لاعبين كيما ماجر كيما اسماء كبيره كانوا الاولين لي فورماتور خصوصا كيما قال لك الشيخ حميد قال لك كانوا كاين لاعبين فيه كانوا كاينين لاعبين لي فورماتور ولي موا دوك الجوار تاع فهمت يلعب فوتبول ولا يروح يقرا كان عندنا حنا الدكتور حجي الا يدي مال باش ولا طبيب الله يرحمه مات صرات له اكسيدون مات الا يدي مال كون نشوف واحد الاخر وانا والشنيك كان ديفونسور معايا كان انا الكوش انا كان ما يونترنيش كنت نكوفريه خاص سيستان جونتي كا وكا تنكوفريه وبصح واش يلعب يسونتريني يسونتريني كان يونتريني فو لا ريغور يزم لي موايان ويزم لي سونتر دو فورماسيون سيتو لي سونتر دو فورماسيون هاو كان نديرو سونتر هنا فورماسيون في واسمو تاع هذاك واسمو يا ربي صتشي هذاك هذاك اي صافي بليزير كيما هذا يلزم فو ميتيبلي هذو غير لا ويلا بدا صافي سا سيفي با واحد يلزم واحد 20 ولا 30 دراري ما عندهمش وين يروحوا هو واحد ما كاش واحد تو جوست وداروا بريفي جا لهنايا داروا هنا في لارو دالجير اه يعطيه الصحه صافي بليزير هو الثمار تاع المدرسه راح يتكل لحد الان مع فريق نادي بارادو شيخ حميد اسماعيل 6 سنين يقولوا الاحتراف هل انت راك تبع البطوله الجزائريه صح دخلت الاحتراف؟ راني نتبعها دخلت الاحتراف بصح ماهيش 100% ماهيش 100% ماهيش تتبقى 100% شويه واش خص؟ مانيش عارف الاسباب وشنو الشيخ عبد الرزاق من الشيخ عندك كلام فيما يخص الاحتراف في الجزائر بالك في ذاك الوقت كنتم هواه لكن بطريقه احترافيه عكس ما هو الان بروفيسيون انا الجيري الي با 100% فهمت الي با 100% فهمت جوار تو الكونسيدير كوم بروفيسيونيل و الي 100% عطيلو لي موان عطيلو الخلاص تاعو عطيلو الاخر يا راهم باينين انا اسبانيا منا فرنسا منا انجليز منا الالمان منا نتبعوا عليه ولا نتبعوه اعطي له لي موان تاعو اعطي له يدوفيندر بروفيسيونيل علاش ان شاء الله وهذه هي الاحتراف في الجزائر كما تحدثت عليه الشيخ سامي عبد الرزاق وايضا اسماعيل حميد الثنائي السابق لوداد بوفاريك نتحدث الان عن ما حققه الانجاز انجاز هذا الموسم عودة فريق وداد بوفاريك إلى المحترف الثاني بعد مجهودات كبيرة بعد مجهودات جبارة قبل هذا نشاهد هذه الاحتفالات والفرحة الكبيرة التي كانت بشوارع مدينة بوفاريك التي أعدها الزميل شكيب زكري ونعود يا ربي ان شاء الله ربي يديهم الفرحه في بوفاريك هذا ما كان ان شاء الله يا ربي هذا ما كان ان شاء الله بو حاجه الاولى نشكر قناه الاجواء اللي جات احتفلت معنا ما كانش اللي جات احتفلت معنا ابار هي نتمنوا لها النجاح وكما فرحت مع ولاد بوفاريك ان شاء الله نفرحوا معاها وان شاء الله طلعه مليحه لولاد بوفاريك وانت يا بوفاريك Thank you.
فريق بو فريق مدينه رياضيه سمحوا فيها، وان شاء الله هذا العام انا معولين، وان شاء الله تعاود تقلع بو فريق في الفوتبال، في الباسكت، في الجومباس، في البوكس، كلش. خوتنا احنا عندنا 9 سنين في الاماتور، والحمد لله يا ربي عاودنا ولينا ودرنا لافيت كما راكم تشوفوا. الانصار راهم فرحانين بزاف، 9 سنين وحنا في الظلمه، الحمد لله يا ربي عاودنا ولينا. كاين الجار اللي عاودوا ولاو ورفدوا بوفاري وعاودوا رجعوها دوزيام ديفيزيون، وان شاء الله العام الجاي في الدوزيام ديفيزيون نقولوا كلمتنا. منا وللوداد دائما تطلع بريميام ديفيزيون، قولوا لهم عندكم بيبليك، عندكم بيبليك كبير، وان شاء الله دائما في البريميام ديفيزيون، وما نعياو وما نعياو، يشوفوا فينا الفوق في العلالي كما كانوا زمان، كانوا الناس باش يدوا الشامبيون يتمناو يربحوا في بوفاريك. اليوم قبضونا توالا من قبل، خلونا طايحين، اليوم جاوا ولاد بلاد، ان شاء الله الوداد تطلع دائما للعلالي، ان شاء الله يا ربي وبوفاريك تاعنا كاع. بسم الله الرحمن الرحيم، واش نقول لك خويا، بون حققنا الصعود، كانت وضعيه صعبه اللي كنا بطوله اللي كان فيها الفرق اللي كانوا شويه في المستوى، والحمد لله يا ربي وفقنا ربي بهذا الشعب هذا اللي يستاهل طلع يستاهل صعود، والحمد لله اللي كانت لاكسيسيون الاولى تاعي مع بو فارك وربي يدومها ان شاء الله. بون الحمد لله الجمهور هذا سي فور، الحمد لله يا ربي، ربي فرحناهم كامل وفرحنا كامل كيف كيف، وحنا براسك رانا ولاد بو فارك الحمد لله. بو فارك صافي بليزير، نورمالمون تميريتيش تلعب في هذا الديفيزيون، الحمد لله نورمالمون دوكا طلعنا، الحمد لله يا ربي، ربي يدوم هذه الفرحه ان شاء الله، وان شاء الله ما خير وسنة ان شاء الله. ان شاء الله كلمة والجمهور هو الصح، الأنصار يعطيهم الصحة بارك الله فيهم، وإن شاء الله يكملوا هكذايا، وإن شاء الله يديروا موسم شباب العام الجديد إن شاء الله. وصور هذه الفرحة الزميل عبد الجليل بوسالم الذي أيضا كان متواجد بمدينة بوفاريك وعاش الفرحة الكبيرة مع أنصار الوداد. من دون شك أنتم أيضا الشيخ حميد الشيخ عبد الرزاق عشتم هذه الفرحة الكبيرة. نعم شنو طريب يا مرقتوش ليك والله مرقتوش روزو ديما تمزلوا فرحة كبيرة الله يبارك فهمت صافي نافو ما طلعناش هذه الخطرة طلعنا هنا ريغاني ليليت سما تشوف دي غرون ماتش في بوفاريك فهمت دي غرون زيكيب دي غرون جوار وهذا فايده للشعب الشعب ان شاء الله بربي فهمت يواصل الفرحه اي والله 9 سنين وحنا نستناو في 9 سنين بزاف شو 9 سنين بزاف حنا نستناو في الوقت هذا وينتهي الحق الحمد لله يا ربي الحق لكن مع بدايه هذا الموسم كثير ما كانش ينتظر ما كانش ينتظر ومن بعد كان اللاعبين زون بي كونفيونس ودعمهم الشعب كان يتبع فيهم ويحمس فيهم الطاقم الفني كيف كيف المسؤولين السلطات المحليه كاع 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 اللي ساهموا في كيفاش بديتوا تشموا بالصعود راهو جا بعد مباراه العوده بديتوا تشموا في الروتور في الروتور لو تروازيام ماتش تاع الروتور ثم بدينا نشموا في بلي لاكسيسيون راهي راه جايه. نعم شيخ سالمي انتم كنتوا كلاعبين سابقين كنتوا تجيو تحضروا المباريات كنتوا تشجعوا اللاعبين تشجعوا الطاقم الفني انا نقول فروش فروشمون كنت نشجعهم برا ما نقدرش ندخل للتيرا لكن ما نخش للسطاد الفريق في هذاك الوقت وكيكون مر فتره كيما هذه الشيخ حميد بالك يحتاج هذو من اللاعبين. شوف في الماتش هذاك ترى غايه. نعم جيت لونتر المو هنايا هدرت مع كريم مامري قائد الفريق قلت له كريم انا قلت له كنت لاعب ولعبت لي ديربي لعبت دي ماتش تاكسيسيون قلت له ما كنتش خايف بصح اليوم قلت له انا خايف من الماتش هذا قال لي ما تخافش اون طوك سبيكتاتور سي نورمال تخاف اون طوك سبيكتاتور كنت نلعب دي ديربي كيفاش دايرين ماتش تاع تراكسيسيون قلت له ما خفتش بصح هذا قلت له راني خايف قال لي ما تخافش قال لي ان شاء الله الماتش نجيبو حامد كي تكون داخل التيرا تكون برا ماشي كيف كيف سي با لو ميم كا كون داخل التيرا راك بارتيسيبي راك تلعب وكلش راك مونطريني سبيسيالمون طوندي كي تكون برا عندك غير قلبك يخبط يا صاحبي بس عشتم الصعود من قبل وعشتم هذيك الضغط هذا كيفاش يكون كلاعبين كي تكون لاعب كما قال عبد الرزاق تكون خايب سك يو فوا تدخل داخل التيران 5 مينوت دو جو خلاص تنسى كلش تنسى كل حاجه تبدا لا تبلع بصح اوتون كو سبيكتاتور قاعد في التريبيون ديفيسيل على بالك قلبك يخبطك ويخبطك
خايف من دون شك. انا لا بروف كي كبرت بريزيدون 97 قعدت اون اني فيها، اون اني وهربت بانك جو بوفي با. ما قدرتش. والله ما قدرت. جو بريفير كل لاعب وما يكونش مناصر. نعم. وزيت مع الشعب وزيت مع هكذا ومنا وغاه، وحنا لي موايان اون افي با دو موايان. بصر ما حنا شي، حنا غلبناهم 1-0 بريميوم ماتش هنايا. وابجيسكا غلبناهم 1-0. حق ربي قال لي ظلت مسخر بيا تقول لي عندي اون ايكيب موايان وانت عندك اون غروند ايكيب. ما حشرف والله العظيم غير مربوطه بالسلك. رحت الزعيم طاني دو بون جوار حق ربي يعطيه الصحه ومسكين الله ما خلصها. عاوني يعطيه الصحه طاني بورزاك هذاك والاخر فهمت وخلطها منا منا وقلعنا وربحنا البريمير ماتش مع جيسكا. الروتور غلبونا 1-0. قال لي عبد الرزاق شحال راك خاسر لابوبري دراهم؟ قلت له راني خاسر واحد 800 مليون. قال لي يا صاحبي نجيبك عندي تمشي الفينونس تاعي. قال لي خاسر 1,700,000,000 اكو قريب غلبنا قريب قال لي زينه قريب واش تحب دير دوك كمسير كلاعب سابق في فريق وداد بوفاريك من دون شك المسيرين الحاليين راهم محتاجين نصيحه محتاجين الدمع ما هي الكلمه والشيء اللي تقولوا لهذ المسيرين اللي عادوا رجعوا البسمه لانصار وداد بوفاريك والمدينه بوفاريك بعد 9 سنوات من الغياب. حنا باروان كيير كنت اون ديسكسيون مع البريزيدون تاع سي اس ا كو جو كوني دوبوي اكس طون براس اي نوزا بروبوزي. قلت له يا خويا عيط لنا وني لا عيط لنا مالغري ما تخش للاستاد بصح اون بو فوزيدي الكونتاكت تاع لي جوار لوكش ما تسحقوا ولا اعانه ولا فهمت خاطش كاين دي جون كي سون كريديبل يروحوا للشعب الناس اللي لاباس بهم في بوفاريك يعطونا دراهم كي تبعث له اون بيرسون كريديبل يعطي لك حنا طاربي انا واسماعيل جماعه كاين بوفاريك لي زونسيان جوار كي تروح لواحد حق طاربي ما يردكش يقيمكم يقيمك وما يردكش اوني لا يا خويا بور بوفاريك اوني لا فهمت. الشيخ حميد كيف كيف؟ كيف كيف انا راني هنا انا كبرت هنا صغير كبرت هنا انا خصوصا دوك الفريق طلع راهو المحترف الثاني ماناش في الهوات ايه. العقليه تبدل كثير من الاشياء تبدل لابد ان يلتف حول هذا النادي ابنائه من دون شك. ايه هو لا مش ما سي با المومون مسموح الشيخ حميد والشيخ الشيخ عبد الرزاق اللاعبين كبار لازم يمروا على هذا الفريق لازم يقربوا لازم كاع يتحدوا ما يخلوش الفريق هذا يزيد يهبط ولو بالكلمه بعد ما ولو كان بالكلمه كل اللي عنده حاجه ينجم يساهم بها يساهم بها باه الفريق ما يعاودش نتاعو في الغلطات تاع تفكير الشيخ عبد الرزاق في الموسم المقبل من دون شكل لابد ان يكون يعني في الوقت الحالي ما كانش عطله لجلب لاعبين اخرين لانه المستوى يكون مختلف اما تفكر انت وتفضل الاحتفاظ بهذه التركيبه. انا فرونشمون درك لي جوار اللي راهم اكتيلمون فهمت ما عمروش لاخذ انا ماذا بيا يكون محسوب يبران كونتاكت يبداو يخدموا من درك يبداو يخدموا يبران كونتاكت افيك فهمت دي جوار دي نوفو جوار وكلش يلزم اومو اومو واحد 5-6 جوار فالاب كاين دي جوار تاع ناسيونال يعني لي زيكيب فهمت طلقوهم وكلش يدي ريكيبار ويجيو يلبو كيما نديرو لي زيكيب كاع فهمت لازم يدعموا ونقدروا مام او ميم طون بريبار لي فيتور جوار فو با ديليسي لي جون لي جون يا رب تخليهم فهمت فون لي عطا لهم الامكانيات وعطا لهم لي موايان وخليهم ديسبيتيو لي ماتش هذوك هما لي فيتور تاع فيتور جوار حنا كيف طلعنا هنا واش انا كاندي دوزيام اني لعبت برومير 17 و 30 لعبت دوك هو راه 17 و 30 نقولوا صغير مازال صغير يقول لك مازال يرضى في البيبرون 17 و 30 لعبت برومير دوك جامي في وقتكم الشيخ بالك كان يحرس الصاد يعني امي يبوف تيمواني هم تصور انا جري زيرامني اللي بتشوفهم يبوف تيمواني والله كنت رايح للارمي كاع جابي 17 اون لو فامي ماتش تاع واب جي اس كا 17 مينوت 3 بيت كان عندنا ميهوري كي شادوا صور اللقطه مع يعني مع في ملعب 20 اوت هذيك هذيك اللي تحدثنا عليها كيفاش تحدثنا عليها هذيك جيبها هذيك لو 8 دو فينال تاع لا كوب دالجيري مع سيربي نعم خسرنا 1-0 كان حمد على بعضهم وكان عندنا مصطفى الزيتوني نعم هذه هاو كان حسن الله الماس انا كان صغير نعم انا حسن الله الماس كان صغير يافي بوجرون يافي سلمي جيلالي يافي انا حميدوش وكماجي نعم فهمت هاو ستاد كومبلي هنا 8 دو فينال خسرنا 1-0 ودرنا جو ايكال معاهم نعم حنا كنا ريجيونال وما كانوا ناسيونال نعم درنا جو ايكال كاين هذه هذه هنا كانت كي كان تيرا توف
هذه مع المولودية. هذه مع المولودية كي كان تيران تيف. هاو باشطا. هاو باشي. هاو سالمين المحدث. وكان تيران تيف هاو. كان تي سومانة يطيح الشتا. لعبنا فيه بوربي. وتلعبوا عادي. نورمال. نقول لك حاجة. حاسبني بربي غير كنا مور الماتش غير المرة تاعي نرقد كوشيفو وتقلع لي باللقات تيف. وذاك شوف. Tu peux t'exprimer là, dire eh, tête plongeante, on a fait marquer les buts, on a s'entraîné, on a marqué les buts. Hein? Marqué une saison, 14 buts. 12 buts fait national 1 pour l'officiel, ou 2 buts la Coupe d'Algérie. Hein? باهوت تمنى شويه لاعبين هذوما الى كيشف علام هذا ميسوري هذا يوسفي هذا شعلان هذا حولي الله يرحمه هذا ربح جميل الله يرحمه هذا اسمه فرحات سقبه فرحات هذا رواي الله يرحمه مصطفى زيتو اسمه عبد الغني زيتوني وهذا عبد السلمي وهذا يوسفي حميد هذا وهذاك عبد الغني الزيتوني كان اونترينور جوار عندنا هذاك كان في الوامر وهذاك الاخر اللي ريسبونسابل الزهير بن حماد ودرويش هذه هي التشكيله الثريه لفريق وداد بوفاريك ايضا هذه قديمه لجيل هذه قديمه هذه في وقت اسمه بوريشه بوريشه كان هذه 64 65 قديمه بزاف هذه وهذا هو الجيل الذهبي بالنسبة لفريق وداد بوفاريك الذي صنع أمجاد كرة هذا النادي وتاريخ هذا النادي العريق قبل أن نختم أيضا نستمع إلى هذه التصريحات التي كانت من الحكم القدير السابق زكري بوعلام أيضا لبعض الأنصار الذين يحضرون معنا هنا بملعب بوفاريك ولاكسيسيون Vraiment, cette année, l'accession de Boufarik, tout le monde a travaillé, tout le monde a souffert. C'est pas mal, j'ai oublié quelques-uns qui peuvent y animer ce qu'ils disent. Je leur souhaite une saison 2016-2017 en National 2 professionnel. Alors, je leur dis que la National 2, ce n'est pas facile. Il faut qu'ils travaillent davantage. Il faut qu'ils ramènent quelques joueurs, au moins que le Wydad de Boufarik puisse se maintenir dans des places honorables, parce qu'ils ont en face des clubs UPI, tels que l'USMB, qui a rétrogradé en National 2 et qui veulent remonter dans la même année, tels que le RC Lerba, tels que le Paradou, plusieurs clubs qui ont joué en National 2, en National 1 et National 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum. Moi, je connais Boufarik, on peut dire depuis 70 à ce jour. Il y a plusieurs générations, Lydia Zita, le Farik Taïwi de Boufarik. Je me rappelle, j'ai vu quelques matchs, parmi eux, quand Cheikh Roi. روايد الله يرحمه برحمه الله حمدة تحول الله يرحمه برحمه الله اسماعيل حميد كومون ديغاج سلمي عبد الرزاق ميسوري كريمو جمال بوعيشاوي الله يرحمه جميل الله يرحمه برحمه الله سي لو دوايان دي زونسيان وزيد من بعد في لي زاني 80 70 جوسكا Jusqu'à 10 ans, jusqu'à 2000, 2010, 2012, 2013, des crimes au bon matin. On peut dire que le Wydad de Boufarik, c'était une école. Une école depuis les années 60 à ce jour. Même il y a certains joueurs qui sont passés par l'école de Boufarik. Ils ont joué dans des clubs de National 1 et National 2, tels que Zidane Fethallah, tels que Ben Amar, tels que Mahez l'ancien, il est actuellement, il réside au Qatar, au Koweït, Faisal Hamdani, plusieurs joueurs qui sont passés par l'école de Boufarik et ils ont fait les beaux jours dans d'autres clubs. Primaire que ce soit 71 ou Warwa. ليبوك هذيك كانت زينه كانوا فيها الرجال
وخدموا سهروا على الفريق هذا، والفريق هذا الناس ماتوا عليه باش داروا جو كري لواب. لواب هذا اسمه عزيز، والناس اليوم فيها بون ما نقولش حاجه قليله يحبوا يوصلوا نوت واب، يفال باك لواب تكون قيمتها طالعه، دام يحبوا تتوسخ. بحمد الله يا ربي كان رجال لحقوا في درجه يعطيهم الصحه، ونشكروا شابي وجماعه تاعو اللي ردوا سمع تاع الواب هذه. وبون لي زاني تاع اللي احنا اللي كنا فيها في زاني 71 حتى بون بوندون 10 انا عندي في الدار عندي دي بوكا خدمهم سبيسيال واب لا بريمير سيسيون بريمير اني دوزيام اني عندي واحد بوكا تصور تاع ابو عيشه الله يرحمه تاع سلمي تاع اسماعيل. وانا بديت نحب نجيبوا ذريري انا دوك اكشيرمو انا دوك اكشيرمو عندي اون ايكول فوتبال تاع سي اسماعيل لا فورماسيون بمصور اون ايكيب تاع سي اسماعيل تاع ابو فارك شاهد اسماعيل انا دوني ليكول وحنا بدينا من هذوك وان شاء الله بربي من هذيك نطلعوا تكون بيبينير للجيل هذا بس نطلبوا ربي ان شاء الله يكون فيها معها الرجال مصلحين ولي زونتونير مصلحين ما يخبوش على الدره والذري هذو حنا علاه نديروا هذاك ما بيكون عندي 100 غوس ماذا بي عندي 200 ماذا بي عندي 500 ماذا بي عندي 1000 غوس بور لي زونلفي دو لا ديليكونس باش مابقاوش ادروات غوش باك يروح على ديليكونس اون جينيرال باش مابقاوش بيتكلم على واحد اخر ها هو الراي. وعندي حاجه نجي نقول هادو لي بريزيدون تاع الفريق اون جينيرال كاع باركت من اللي جور تاع مليار وجوج ملاير خمو ادري صغار واللي عطاتني مليار هذاك يدي هذاك يعطيه الطفل الصغير يعطيه 10 مليون يلعب لك خير من يدي 100 مليون. نختم بهذه التصريحات التي كانت كما قلنا من بعض الأنصار، أنصار وداد بوفاريك الذين يحضرون معنا هنا بملعب الشهيد محمد رقاز بمدينة بوفاريك، حين تحدثنا رفقة اللاعبين السابقين بالنسبة الثنائي السابق بالنسبة للوداد شيخ سلمي عبد الرزاق وأيضا إسماعيل حميد من بين الثنائي الذي صنع أمجاد كرة القدم بالنسبة الكرة الجزائرية وبالنسبة لفريق الوداد الصاعد الجديد للرابطة المحترفة الثانية بعد 9 سنوات من الغياب. يعود فريق وداد بوفاريك إن شاء الله أن يكون حفظ الدرس جيدا لتفادي تكرار ما حدث في السنوات الفارطة التي تحدثت عنها الشيخ عبد الرزاق. من دون شك كثير ماهوش حاب يولي لهذيك الايامات جحيم قسم الهواد كما يسمى. سير 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 يا خويا حنايا اون ديسكسيون مع لي ريسبونسابل لي زوتوريتي كاع باش نديرو فورمي اون كروند ايكيب فاميليا كلش الفريق ما زيدش ان شاء الله يزيد يبروغريسي يطلع وما يوليش لورا ان شاء الله بربي. هذه هي هم السلطه واجدين هم هنايا سيدي الوالي ثاني حق طاربي سي لا بريمير فوا جاونا والي راه لا تيب سبور ولا تيب بوفاريك بياكم يلفو يعطيه الصحه فهمت دو باساج يا خويا فهمت سي طاو دوك المسؤولين باش فهمت الفريق هذا يطلعوه هاك تصطاد ما عندناش اصطاد ما معنا الا فاليك طارطو هذاك التيران يجبدوه لنا باش يولي الفوقاني هذاك يشوف لي درو لي ليغوش ولا راه يدرو ما كانش كان اصطاد تاع فرنسا تاع بكري هذوك اللي بتي تريبيون هذاك داروا لنا كرون تريبيون ما سي مال فوتو نعم اذا كرون ستاد البوفاريك اشياء كثيره تناقصها المحترف الشيخ عقليه تبدل ماشي هكذا لازم كما قلت ابسط شيء هو الملعب لابد ان يكون ملعب كبير لازم يكون ملعب كبير يليق بسمعه فريق وداد بوفاريك بسمعه وداد بوفاريك نعم وما نخموش على لا ريليغاسيون دوكا السقوط ما نخموش عليه دوكا نخمو على لاكسيسيون ان شاء الله الوداد العام الجاي الوداد ما يكتفيش بالبقاء يلعب ان شاء الله على شكون الوداد معقوله الوداد تان غران كلوب الوداد بلاصه في القسم الاول ان شاء الله العام الجاي ايضا الشيخ الموسم الجديد 2016 2017 ستكون هناك 3 دربيات وداد بوفاريك اتحاد البوليده وداد بوفاريك ايضا امل الاربعاء من كلهم ابناء متيجه هذا يخليه يزيد شويه من حلاوه اسف لسقوط كل من الاتحاد البوليده وامل الاربعاء وهذه تزيد تزيد تحمس الخوذ تعطيهم موتيفاسيون زي الجيران وكذا ما نهضوش على العنف العنف ان شاء الله ما يكونش من ان شاء الله يا ربي ما يكونش من العنف اي فيلم عنف هنا في الجزائر لازم ينقل ان شاء الله كرة القدم بغينا نشوفوا كرة القدم نشوفوا بليدة مع بوفاريك بوفاريك مع لاربعة لاربعة مع بليدة ما بغينا نشوفوا الفوتبال كما كان بكري ما كاش العنف هذاك تاع كرة القدم لأنه التاريخ راح يسجل هذا الدربيات الولاية الواحدة بين وداد بوفاريك اتحاد البوليدة أيضا وداد بوفاريك أمل الأربعاء الشيخ عبد الرزاق
خويا واش تحب نقول لك انا هكا فهمت بالك على الاقل على الاقل فريق واحد من ولايه البليده ومن مدينه متيجه يصعد انا سي دوماج بور البليده يا خويا جي با سويتي طيح فهمت باسكو سي ان غرون كلوب وكاع فهمت لعبنا معاهم وكلش فهمت فهمت دي جوار انا كانوا كي خاوتي عندك سلام مي بن تركي اكلي كاع كانوا حق دار بالسوم كاع كي خاوتي ابري الماتش عندنا اونور ادمي تاع انمي ابري اونور ادمي اوني دي زامي اوني دي زامي نتلاقاو نقصرو ديجا اشاك الاخر ماتش تورنوا يعرضونا اشاك تورنوا نعرضوهم بليده بليده فريق كبير ما يميريتيش ما يميريتيش ابدا بليده بليده نورمالمون كل عام تلعب على الشامبيون نصرا انت تلعب على الشامبيون بدي الشامبيون تلعب باش تدي لاكوب دالجي ما تلعبش على ريليغاس بليده ستان كرون كلوب وجازو فيه لاعبين كبار كاع ان شاء الله كيما سلامي بن تركي اكلي اليلي بروان سوم بزاف بزاف لاعبين ان شاء الله الشيخ تعاود تولي الشيخ حامي تعاود ترجع هذه الانديه وداد بوفاريك ايضا اتحاد البوليده ام الاربعاء الى حاضره الكبار وصلنا الى الختام الشيخ عبد الرزاق سامي شكرا لك ايضا كلمه اخيره للجمهور شخدموا الحصه الجمهور تاع بوفاريك الجمهور بوفاريك والجمهور نقول لهم مبروك عليكم واش ني فو سيبورتي كيما سيبورتيتو تاع لاني فهمت 2015-2016 باش بوفاريك يزيد اكسيدي ماشي يولي للورا هذاك العنف فو ايفيتي العنف هذاك الدبزات ومنا والتقلالات هذاك فو تجي تشوف مباراه تشوف الفوتبول تشوف عرس كروي وتمتع فيه وتروح بالغري كلوب تاعك حنا بكري كنا نخسروا والله في بوفاريك نخسروا والله ما كاين والو روحوا والله يا خويا خسرنا خسرنا هذا كان توجور الذاكر انذاكي هذه هي شي حميد كما قال عبد الرزاق ان شاء الله الشعب يقعد توجور مول الفريق روح رياضيه كما روح رياضيه هي الصح هي الاولى نعم. لازم بروح رياضيه ما يخرجوش اطار الرياضه وان شاء الله يقعدوا توجور مول الفريق تاعهم باش يزيدوا صعود القسم الاول ان شاء الله ان شاء الله تكون باسكو هما كانوا على بالك كانوا 50% تاع لاكسيس الشعب هذا وسفراو كثير وسفراو كانوا قلت لك 50% الشعب تاع بوفاريك 50% تاع لاكسيس ان شاء الله رسالتك ورساله الشيخ سالمي تكون وصلت الى جمهور فريق وداد بوفاريك للبقاء خلف هذا النادي لما لا الصعود الموسم المقبل كل شيء ممكن لانه مجهودات وبذل مجهودات اضافيه ستكون النتائج بدون شك موجوده صح رمضانك صح فطورك الشيخ صح فطوركم صح فطوركم وكلمه الجمهور صح فطوركم صح رباكم سي سير رمضانكم بالصحه والهنا ان شاء الله ونجوزوه مليح قبل العام الجاي ان شاء الله الشيخ حميد وتصوموا ان شاء الله في الهنا وان شاء الله عيدكم سعيد ان شاء الله هذه واحنا ايضا صحه فطورك الشيخ الله يسلمكم صحه رمضانك صحه فطورك الشيخ سامي صحه فطورك جمهورنا الرياضي وصلنا الى الختام شكرا ايضا للفرقه التي تنقلت معي الى مدينه بوفاريك وبالضبط الى ملعب الشهيد محمد رقاز شكرا ايضا لكم جمهورنا الرياضي نلتقي في فرص اخرى بحول الله صحه فطوركم وصحه رمضانكم السلام عليكم